الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا رأيت يعني في شرحكم للسؤال إجابات كافية ووافية عليه، لكن في مرحلة قبل الإجابة على السؤال هو الاتفاق على المبدأ. احنا الآن لو عايزين نعمل عمارة، قبل ما نقول العمارة دي كم طابق ولا هيبقى سكني ولا فندقي، نشوف الأرض دي تصلح للبناء عليها ولا لا. يمكن دي أرض ملك الدولة أو لا يصلح عليها البناء. احنا عندنا قبل الدخول في الإجابة على هذا السؤال، احنا مقرين انه في رب خالق مهيمن مسيطر لا يسأل عما يفعل ام لا. اذا اتفقنا على هذه الامور ندخل في التفريعات، صحيح. لكن لو توقفنا عند واحدة من هذه الامور، احنا ما كنا في الغرب كان في ألمانيا شيء اسمه حوار الأديان، ومفروض على امام مدير مركز الإسلام انه يحضر. قال بالمناسبة حضرت مرة واحدة وما كملتش معهم. ليه؟ وجدتهم عندهم شرطين، ما نتكلمش في التوحيد وبدون جمهور. طب انتوا خايفين من الهزيمه؟ طب ما نتكلمش غير في التوحيد الاول. هم عايزين يتكلموا اكل الخنزير وليه شرب الخمر والحجاب. قلت له يا سيدي اشرب، عندهم النيل خمر، لا الراين زي النيل عندنا. قلت له اشرب الراين خمره كله وتعرى كالبهائم هتبقى عندي مسلم لو انت نطقت بايه؟ بالشهادتين. قلت له دي اسمها ذنوب وكبائر، فانت عايز تقعد معايا للصبح في الخنزير وفي الخمر؟ لا، انا اتكلم معي في اصل التوحيد. لو انتقلنا من اصل التوحيد سواء انت اقريت او رفضت ننتقل الى المرحله الاخرى. يبقى لازم نعرف ان الله عز وجل رب، ونحن نعبد هذا الرب باتباع الاوامر واجتناب النواهي والقبول بالتكليف. وزي ما كان يقول مولانا الشيخ الشعراوي، تمام العبوديه في افعل ولا تفعل وان تقول انت سمعا وطاعه. فالله عز وجل الخالق المهيمن المسيطر الذي لا يسأل عما يفعل خلق ما يسأل عنه هؤلاء الناس. ما الملائكة من خلق الله عز وجل وعايشين في عالم بلا شر، وليس عندهم التكليف، وفيهم الراكع وفيهم الساجد. وخلق الله البهائم، البهائم لا تعرف الشر إلا ما يذبح منها لما يرى أنه هذا إيه، أنه سيذبح لفائدة ابن آدم. ما ده خلق من خلق الله عز وجل. الإنسان مسخر لخدمة هذه الأنعام إلى أن يأخذ منها ما تريد. لكن نموذج الإنسان نفسه، نموذج الحياة، هو النموذج الذي كان فيه التكليف. يبقى أنت مش راضي أنك أنت تكون في هذه الحياة، دي مشكلتك، أنت ما عندكش تمام العبودية. الله عز وجل خلق هذه الدار وأوجد فيها هؤلاء الناس ليبلوهم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى الشر والخير ليه؟ فتنة، اختبار، ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة في اللغة كما لا يخفاكم هي وضع الذهب في النار، يفتن الذهب لينقى من الشوائب. فهذه الشرور، هذه ما يقال عنه شر، هو اختبار لظهور المعادن الحسنة التي ستثاب في دار لا شر فيها اللي هي دار الجزاء. يبقى أنت وقفت بعقلك القاصر أنه الشر ده نهاية الدنيا دي. لا، لو أن الدنيا بوضعها الحالي لا يوم لها آخر، هذه الدنيا كلها يوم أول في يوم آخر. لو لم يكن هناك يوم آخر وحساب وعقاب، كان كل هذه الشبهات التي أثارها الملحد مقبولة. هذه مقبولة. احنا هنيجي لده لأن دي قصة تانية كبيرة يعني، لكن خلينا في مرحلة البداية.